كوبايه من البندق المقشر، لو مفيش ما تحطهوش ماشي، عشان ايه ما حد يقول لك لا البندق غالي خلاص شيلني، هو البندق بس عشان ايه، لو عايزه تزودي تبقى بالبندق، لو مش عايزاه براحتك شيليه، مش هيأثر معاه في حاجه. طيب عندي ربع كيلو من الشوكولاته الحليب، ولازم تعرفوا هي ليه اللي احنا كنا بنجيبها طعمها حلو قوي ومفيش حد عارف يعمل زيها، من نسبه الشوكولاته اللي فيها والكاكاو هو اللي مخليها طعمها في حته تانيه خالص. فكل ما كانت الشوكولاته حلوه ونسبه الكوكا فيها اعلى، كل ما كانت الشوكولاته البرطمان ديت احلى واحلى. نص كوبايه من كريمه الطهي، كوبايه من السكر هنكرملهم على النار، وربع كوب من الكاكاو، واتنين معلقه كبيره من اللبن الباودر، وعندي فانيليا، وعندي رشه ملح بسيطه جدا، وعندي نص كوبايه من زيت الذره. طيب نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنمشي واحده واحده في الخطوات. سكر نحطه هنا، ماشي، وكرمل عندي السكر، بسم الله الرحمن الرحيم. من غير إضافة مية ولا أي حاجة خالص، ماشي. شوية كريمة طهي كده عندي أنا حاططهم هنا في الكازرول، بدفيهم على ربع كوباية، حاجة بسيطة جدا أهي، بدفيهم كده في الكازرول عندي ربع كوباية بس. هتحطها على إيه؟ على كوباية السكر ديت. ما بيكرملش السكر ده خالص، طالما ما اتحطتلوش ميه بقلب فيه براحته ولا الهوا. طالما حطيتي ميه للكراميل يبقى لازم ايه ما تقعديش تقلبي فيه كتير، هيسكر منك. وحسب برضه في الاول في الاخر حسب نوع السكر انت بتستخدميه، لان نوع السكر مهم جدا بالمناسبه، يعني في الحاجه اللي بنكرملها بالمناسبه لازم يعني طبعا. اهو حلو الكلام، بدا يسيح اهوت. في بقى بندق، بقى البندق بتاعنا استخدامه دلوقتي. عايز تعمليه تعمليها بالسوداني، ممكن تعمليها بالسوداني عادي جدا يعني، بس البندق طبعا بيديها قيمه. انا جايب بس شويه صغيرين قوي يعني محمصهم، اللي عنده بندق ني بيحط على البندق شويه دقيق صغيرين كده، بيعفرهم بالدقيق ويدخلهم الفرن يتقشروا ويبدا يشتغل بيهم. ايه بتقول ايه مش سامع؟ اه بالظبط، البندق اللي انا بحطه عشان يبقى ايه يديكي نفس التيست اللي انت بتشوفيه من بره في البرطمانات الشوكولاته. كراميل اهيت، بصي اهي، سيبها. خلي بالك في شعرايه كده في الكراميل، لو تبقى غامقه قوي يتمرر منك الحاجه، هي في درجه لون كده معينه، عود معينه، هي كده زي الفل بالنسبه لي. اقوم واخد عندي البندق ده اهوت ومحطينه هنا. الكراميل اللي انا بعمله دهوت عشان تربط معايا وتبقى كريمي معايا. حلو الكلام. وبعد كده نقوم واخدين عندنا كريمه الطهي دهيت، بسم الله الرحمن الرحيم، حطينا عليها كده اهي. جيمي هبعد عن النار، خلاص بقى خلاص ابدا اللي انا ابعد عن النار كده اهوت شويه واقلبها. شفتي كريمه الطهي لما بتبقى دافيه ايه اللي بيحصل؟ مفيش حاجه بتكلكع خالص اهي. شايفة المنظر وحلاوة الكراميل عامل ازاي؟ اهو اهو، شايفة جيمي؟ ولا اي حاجة بتكلكع، كل حاجة مزيكا معاكي. نيجي بقى للخطوة الجميلة بقى اللي بعد كده. ايه الخطوة الجميلة؟ واقوم واخد عندي كوبايتين اتنين كده حلوين من الشوكولاتة، شوكولاتة ميلك او شوكولاتة يعني الشوكولاتة اللي هي بحليب او شوكولاته غامقه، الاثنين هيشتغلوا معاكي. واقوم واخدهم كده ونحطهم فين يا عيني، على الباشا ده، واقلب اديها. طبعا الحراره بتاعه الكراميل هتعمل ايه، هتسيحها وتروقها دلوقتي. سيبها كده براحتها لحد ما تبدا الشوكولاته عندي تسيح معايا وتتظبط معايا. طيب نبدا نعمل ايه بقى؟
اه طبعا لازم استخدم الخلاط، الخلاط بقى هو اللي هينعمهاني وهيخلاني في حتة تانية خالص. سنة بسيطة جدا من المية السخنة ولا أي حاجة، هخليني هتفك معايا الكلام ده كله. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا لو الشوكولاته كانت تبقى يعني متقطعه مكعبات اصغر كانت تبقى احلى بكتير جدا يعني، وكده هتسيح معايا بسرعه. انا حاطط لها ميه سخنه، ما تخافيش يعني مش هيحصل اي حاجه خالص. ولا بتفصلها ولا اي حاجه، زي ما هي كده. عشان هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هقوم واخد الباشا ديت كده اهوت ونروح عندي على الخلاط ونضرب الكلام ده كله مع بعضه وانزل ببقيه المكونات اللي عندي. بسم الله. يلا بينا. خش على الخلاط يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل. وشغل. تنعم معايا دلوقتي وهتبقى كريمي. يلا بينا. وهي زيت ذره بقى وهي بتشتغل كده وعاليه، شويه زيت ذره صغيرين ربع كوبايه. ايوه ما هي تقيله، بس الخلاط هو بصراحه احلى من الهاند بلندر بالنسبه لي. ايوه هو ده. شكرا يا عيني. بص بدات تشتغل ازاي، بص اللون بقى يا باشا عامل ازاي. شكرا ولا كلمه، الله اكبر يعني. وانا عايز اوديك القوام بس بتاعها. لبن بودر معلقة واحدة بس. كل ما تحس انها بتتقل كده تقوم ايه وقفاها وتقوم ايه مظبطاها كده. بص يا باشا على المنظر، بص الحلاوة. عايز اوريك بس القوام بتاعها عامل ازاي. ايه رأيك؟ حاجة حاجة من الآخر اهي. وقوام بقى ده لسه كمان لما تجمد شوية، اتفرج عليها لما تجمد شوية تبقى عاملة ازاي. ادي الشوكولاته برطمان بتاعتنا، بتتعمل في منتهى السهوله، تعملها في البيت بالبندق بطعمها ريحتها بندق. بص اللمعه اصلا كمان والقوام بتاعها عامل ازاي. الماظ ده لسه كمان هتجمد يعني. بص بص لسه لسه كمان هتجمد. بص بص الحلاوه. هو ده هو ده بقى خلاص كده كده. بص يا باشا بقت ايه، ولسه كمان هتجمد كمان، تديكي قوام احلى. ما في اللمعه انا مش عايز اقول لك الطعم يعني بنسبه 99% واقول لك هو بالظبط الطعم.